نسب التسرب الدكتور والتي باتت ربما الآن أرقامها كبيرة أو حتى التعثر، هل بإذن الله يعني ربما أنا لا أستطيع أن أسألك أنه ستكون أقل أو لا، لكن في ظل هذا البرنامج الذي اخترتموه سنة تحضيرية، يعني هذا ما يقوله ربما حتى يعني ما يقال في جامعات أخرى أن نسب التسرب كانت أقل لديهم، هذا لما لم يكن برنامج السنة التحضيرية مطبق. الآن ما رأيكم أنتم في هذا البرنامج؟ هل سيخفف من نسب التسرب والتعثر في التخصصات؟ أكيد، يعني أن يكون الطالب مجهز مثلا وقد يعني درس الأساسيات وأتقنها ثم بعد ذلك يستطيع أن يتجاوز التخصصات المختلفة. هذا كلام صحيح. يعني أكلمك عن تجربة في جامعة الملك عبدالعزيز، في كلية من الكليات كان قبل السنة التحضيرية كانت الأعداد اللي تجيهم مثلا نفترض أنها 500 طالب. نعم. ففي نهاية السنة كانوا التسرب عندهم حوالي يمكن يعني عدد كبير، حوالي يمكن 40-50%. الآن بعد السنة التحضيرية ما في ولا 10% تسرب. ما شاء الله. ليش؟ لأنهم نجحوا في السنة التحضيرية. السنة التحضيرية هي يعني البيئة الجامعية لازم تمر عليها، فإذا عديت منها الباقي إن شاء الله ربنا يسهل. صحيح.